وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وجاتكم انششكم مقطع جديد، وقلت مقطع الشباب لازعمونا وصلوا على النبي، بعدين لازعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا تستخدموا كود يوتيوب شوب شيش الظاهر امامكم. وخلينا نبلش على طول. مطلوب من هذا التحدي يا شباب يحكي لك دمر اماكن الاختباء. عليك انك تدمر 3 من اماكن الاختباء. شو اماكن الاختباء؟ فيك تنزل على اي موقع بدك اياه في الجزيره. اماكن الاختباء هي مثل هاي الحاوي بعيد عنكم، او الحمامات، وفي حتى اتوقع البوش الاخضر اتوقع كمان بينحسب. عليك انك تدمر منه 3 كان نفس الجيم او اكثر من جيم، يعني يعتبر هذا تحدي سهل مباشر ما بده شيء. بس شو المشكله هون؟ انه احتمال يمكن ما ينحسب لك اذا ما حسب لك. شو مشكله؟ فيش مشكله. ما يحسب لك البوش، بس البوش يعني قال ما احتمال ما ينحسب البوش فقط لا غير، بس باقي ما باقي اكيد 100% راح ينحسب لك. بس كل عليك انك تدمر 3 من اماكن الاختباء كان نفس الجيم او اكثر من جيم. بس هذا يا شباب هيك كان عندنا هذا هيك التحدي لليوم. ولا تزعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. اشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه. بيس.